أعلنت الدائرة القانونية في هيئة النزال الاتحادية صدور 7 أحكام غيابية بالحبس الشديد على محافظ بابل الأسبق، بلغ مجموع أحكامها 15 سنة و6 أشهر لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته. وذكرت الدائرة في بيان إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما غيابيا بالحبس لمدة 4 سنوات على المدان الهارب عن توقيعه 2 عقد لإيجار ساحة وقوف سيارات في منتجع بابل السياحي بمبلغ 2,500,000 دينار فقط، مبينا أن توقيع 2 العقد تم دون مزايدة علنية أو موافقة وزارة المالية. وأكدت أن المحكمة أصدرت حكما ثانيا بالحبس الشديد بحقه لمدة 3 سنوات لقيامه بمنح 5 فرص استثمارية حصرية وبدون إعلان أو منافسة على العقارات التي تعود ملكيتها إلى مديرية بلدية الحلة، مشددة على عدم وجود صلاحية للمحافظ كونها تنحصر بهيئة الاستثمار وموافقة الجهد المالكة للعقار.